التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا في انطلاقات هذا الصباح على بركة الله. يسير هذا الشوط الخاص بالجعدان في هذه الانطلاقة، وها هو الشوط المفتوح أيها الحبل الكريم، يسير بانطلاقة وتحدي في مشوار هذا الصباح على بركة الله. تنطلق هذه التحديات، ينطلق هذا المشوار حاملا خنجر ذهبي في هذه اللحظات. تنطلق مع أشواط الجعدان الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان الإذاعة، شوط مفتوح مشاهدينا الكرام، تشارك به نخبة من الجعادين. التوفيق نتمنى لكل الأخوة المشاركين والمتابعين لهذه الانطلاقات. يسير هذا الشوط بأعداده المميزة وأعداده الكبيرة، ليتواجد كل الأخوة المضمرين والأخوة الملاك في محق هنا في هذا المهرجان، مهرجان اللبسة العاشر والذي يقام هنا في هذه النسخة العاشرة على أرضية هذا الميدان، لتتواجد هذه الأسماء لتنطلق هذه التحديات، معلنة عن حضور كل الجماهير، كل المتابعين، كل المحبين لتراثنا العربي الأصيل. ها هي المسيرة تبدأ بمسار هذا الشوط، 6 كيلومترات مسافة التحدي. نبدأ البداية ونسير إلى سلهود أحمد بن سلطان بن ناصر المقبالي، هو الآن المتقدم على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء نشاهد في هذه الانطلاقة عالي يتواجد في المركز الثاني، تعود ملكيته لعابر بن خلفان الهاملي، متواجد هنا مشاهدي الأعزاء بو خلفان على المركز الثاني ليقدم هذا الشعار في هذا الموسم بكل قوة وبكل اجتدار. المركز الثالث وصلنا الآن هملول لعبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي، وصل واحتل المركز الثالث. النقلة مباشرة على المركز الرابع، والمركز الرابع يتواجد الشلال ملكية الأحمد بن سعيد بن منانة، هو المتواجد مشاهدينا الكرام في المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل في هذه اللحظات، تقدم شاهين لسعيد بن جابر بن ستان المري، وصل واحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. أما المركز السادس يصل الديجور لعبد الله بن محمد بن عيف العامري. هذه الأسماء 6 المشاركة الأولى في دائرة الإعلان، ولكن خلف 6 هناك أسماء كذلك كفيلة بأن تغير مسار الشوط، بأن تغير خنجر الشوط. إذن الشوط المفتوح تنطلق فعالياته ومساره، لا زالت الأسماء المشاركة والأسماء المهمة مشاهدين الأعزاء في انتظار تعليمات وتوجيهات المدربين والمضمرين والملاك. نعود إلى البداية ونعود إلى المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله، انطلق المقبالي على المركز الأول، لا زال في صدارة هذا الشوط. هنا سلهود أحمد بن سلطان بن ناصر المقبالي، لا زال المتقدم، لا زال الذي يسير ويبحث عن ناموس، ولكن وصل شعار أهالي الغربية، وصل هنا شعار عابر بن خلفان الهاملي. عبر مشاهدينا الكرام، مروا عبر مع عابر بن خلفان الهاملي، ينتقل ويتسلل إلى المركز الأول وبجدارة في انتقالة هذا الشوط. المركز الثاني أحمد بن سلطان بن ناصر المقبالي مشاركا بسلهود في هذه الانطلاقة من خلال تواجده، لعله عسى أن يفوز بخنجر هذا الشوط. إذن الشوط المفتوح، الكل دائما يطمع للذهب، الكل دائما يطمح لأن يكون في مقدمة الأشواط في تنافس مثير وقوي. المركز الثالث نصل إلى هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي في المركز الثالث، وصل بن ستان الآن غير واحتل المركز الثالث.
إذا سعيد بن ستان المري مشاهدينا الأعزاء يعود إلى هذه الانطلاقة في المركز الثالث، بينما المركز الخامس الشلال يتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظة. أحمد بن سعيد بن منانة في المركز الخامس. المركز السادس اسم جديد يتدخل هنا، هملول محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي هو الآن من يصل ويحتل المركز السادس. هذه الأسماء حتى هذه اللحظات أسماء منطلقة، أسماء باحثة عن الذهب، أسماء باحثة عن الذهب. إنه الذهب مشاهدينا الأعزاء، الخنجر يلمع وبعض العيون تدمع دمعة فرح، دمعة ناموس. الله، البداية. نعود إلى المركز الأول، 4 كيلومترات، مرحلة الأولى، مرحلة الاندفاع الأول انتهت مشاهدينا الأعزاء، تبقت مرحلة التخطيط، تبقت مرحلة الإبداع والاستمتاع والإمتاع من قبل الملاك. ولكن عودة إلى شعار عابر بن خلفان الهاملي، عبر عابر نحو التحدي ليقدم لنا عالي المقام، عالي التحدي، عالي المكانة. هناك في هذه اللحظات يأتي خلفان، عابر بن خلفان الهاملي على المركز الأول بدون أي توجيهات، بدون أي تعليمات في انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني ملاحقة مستمرة من شاهين وسعيد بن ستان المري، وصل في المركز الثاني حاملا كذلك روح التحدي القوية، روح التحدي بالتنافس المثير. المركز الثالث وصل بن زعل محمد بن عبد الله بن زعل يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع هملولي عبد الله بن صالح بن هزيم. المركز الخامس وصل المحنك سعيد بن راشد بن غدير ليقدم براق، بينما المركز السادس هناك تدخل اسم جديد وها هو امامكم، شاهين عبد الله بن راشد بن علي الكاسبي وصل الى المركز السادس. هذه الاسماء، لكن نقول شعارنا الدائم 1200 عن خط النهاية. تحركوا يا مشاهدين، تحركوا يا مراقبين، تحركوا يا ملاك. امامكم عابر لا زال يعبر إلى خط الأمان، لا زال يعبر إلى الخنجر الذهبي، خنجر اللبسة في هذا المهرجان. يا سلام يا سلام. المركز الأول لا زال عالي، عابر بن خلفان الهاملي، لكن حذاري يا عابر، ياك بن ستان، وصل بن ستان، تجاوز بن ستان في هذه اللحظات. بن ستان ما عندك أمان يا بن ستان، أروح مع بن ستان، أروح مع شاهين وسعيد بن ستان. ستان المري يحاول مع المركز الأول، وبعابر يحاول في المركز الثاني. وصلنا إلى علامة الجودة، وصلنا إلى المكان المرموق، عرقوب بن علو، ولا زال بن ستان على المركز الأول. بدأ يغادر يا عابر، بدأ يعبر يا عابر، ولكن الله يا عالي وشاهين. اللحظات الأخيرة بين عالي وشاهين، شاهين عالي يعود مرة أخرى إلى مكان الرفعة والعلو، إلى مكان التحدي، إلى حيث كان. إنه في المركز الأول لا زال. الله يا عالي. إذن يعبر الخنجر، تعبر الخنجر مشاهدي الأعزاء إلى هالي مدينة زايد، إلى الغربية. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا عابر. ها هو أمامكم مشاهدينا الأعزاء، يعبر عابر بانطلاقة هذا الفوز وهذا الناموس. تهانينا على فوز عالي بالمركز الأول لعابر بن خلفان الهاملي. المركز الثاني شاهين وسعيد بن ستان المري هو من حصل على المركز الثاني مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة. المركز الثالث يأتي مشاهدين عبد الله بن سعيد بن راشد الكاسبي، والمركز الرابع هناك مقصص سعيد بن راشد بن غدير، والمركز الخامس عندك يا بن زعل محمد بن عبد الله بن زعل، وسادس المراكز سعيد بن راشد بن غدير. مشاهدين الأعزاء، هكذا كان المسار، هكذا كان التحدي، هكذا كانت الانطلاقة في لقاء هذا الشوط. ولكن بالفعل نهني عابر بن خلفان الهاملي على فوز عالي بالمركز الأول وتحقيق هذا الانتصار. 9 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، هو إذا من يحقق أفضل توقيف انطلاقتي هذا الصباح حتى هذه اللحظات. تهانينا لعابر بن خلفان الهاملي، واسعد الله صباحك يا عابر يا أبو خلفان. بينما اللي وصل واحتل المركز الثاني من خلال هذه الانطلاقة وهذا التحدي شاهين،
قطع المسافة 9 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن جابر بن ستان المري على فوز شاهين بالمركز الثاني. مشاهدين الأعزاء بينما اللي وصل واحتل المركز الثالث في هذه الانطلاقة قاطعا مسافة هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره. إذا ثالث المراكز حل وانتقل من خلال هذه اللحظات وكان حليفه الفوز والناموس بثالث المراكز للكاسبي هنا. تسع دقائق 27 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن راشد بن علي الكاسبي على فوز شاهين بثالث المراكز في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هكذا مشاهدينا الأعزاء كان مشوار التحدي والمنافسة في الشوط الرئيسي الخاص بسن الإذاع والشوط المفتوح ذهب لأهالي الغربية وإلى عابر بن خلفان الهاملي بعد